عين نعجة في العاصمة. هذه لاشين تعواش، خلنا نشوفوا التعواش. جحيم طوابير الجزائر الجديدة، حدثت أمس بعين نعجة في قلب عاصمة القوة الضاربة، اصطف مئات الرجال والنساء وعدد كبير من كبار السن في طابور بداية من الساعات الأولى للصباح الباكر، من أجل واش؟ شراء البطاطا بسعر مدعم 60 دينار، بعدما وصل سعرها في الأسواق إلى ما بين 150 و200 دينار الكيلوغرام الواحد. بعد ساعات من الانتظار وصلت الشاحنة في حدود الساعة 11 إلى نقطة البيع. في حدود منتصف النهار استفسر المواطنون عن سبب تأخر بداية البيع، فإذا بالمشرفين على العملية يقول لهم أن المسؤول عن البيع لن يأتي اليوم، وأنه ليس هناك كهرباء لتشغيل الميزان، وسيتم تأجيل عملية البيع إلى يوم آخر. حدث هذا بعد ساعات طويلة من الانتظار تحت الحرارة في عز شهر رمضان. وإذا لم يكفي هذا فها هي الطريق. السلام عليكم خوتي، هذه هي الطريق اللي كنا عليها قبيلة، درنا بث مباشرة من الريزو، ما كانش كونيكسيون، ما كانش 60 كيلو ماشية كما هكا ما بين إنقر وأولف تبع ولاية المتدبع عين صالح. على يعني على هذه الطريق بركة، هذه ماشية هكا 60 كيلو، دير بها 4 سوايع هكا تمشي بريمير، وزيدها تكسار وزيدها وزيدها وزيدها، وين تمشي الناس هنا؟ وين تمشي؟ مسلك رئيسي طريق هذه، صدقوني مسلك رئيسي، مسلك دولي. هذه طريق رقان أولف أين صالح، ماشي المالي، تمشي البرج باجي مختار، تمشي موريتانيا، تمشي النيجر، تمشي تمراست. منها كاينة حوالي 500 كاميو تفوت في السمانة تاع بنزين، نقل بنزين ولاية تمراست من ولاية أدرار. منها هذا المسلك يمشي معاه، منها دائما يوميا كاين حافلات يوميا، إسعافات، سيارات أجرة. الشعب السكان اللي ساكن منا حوالي بالتقريب نص من شعب العاصمة، ساكن في أولف ورقان وإنقر أكثر من ولاية عين صالح، راه يسلك مع الطريق هذا. إلى متى هذا 60 كيلو؟ إلى متى؟ عندها 5 سنين ولا 6 سنين؟ قبل أسابيع سمعت بأنهم قال لك عندنا طريق الإفريقي يوصل حتى إلى جنوب إفريقيا، معناها آلاف الكيلومترات. أو طريق الرجل يقول لك هذا طريق وطني، وتمر عليه الشاحنات، وتمر حتى اللي راح إلى دول، حتى دول خارجية، في وضع بائس جدا. ولذلك الناس راهم يموتوا كثير في تلك المنطقة من هالطرقات. ولعلكم سمعتوا شحال مرة كاميو تقلب، الحافلة تقلبت، ماتوا 15، ماتوا 12، ماتوا 7، ماتوا 20، ماتوا 23، وقتل طول الوقت، لأن طرق بائسة جدا. شوف هذه في وهران، وهران ثاني مدينة في البلاد، عزيت جزائر جديدة، عندنا سيدة في العزيز الرب العالي، الله يهدي المحلقة لسيدنا رمضان. ليس بعيدا عن وهران سيدي بالعباس البارح. السلام عليكم، اليوم 17 أبريل 2022، الجزائر الجديدة، غادي نوريكم الجزائر الجديدة. شوفوا لاشين في السطات في بلعباس، شوفوا لاشين، هذه هي لاشين على خاطر الزيتة. شوفوا هذو رجال من هنا، شوف هذه هي لاشين في السطات، السطات في بلعباس. شوفوا راني نتمشى باسكو كاين ماسكي ديراكتور. شوف هذه النساء، شوف على خاطر الزيت. أما الصباح هنا جزائر جديدة، هذه هي الجزائر الجديدة سي تبون، هذه هي كاين تاكل العصابة تاوعك، هذه هي قال لها ويحيى، قال لها جوع كلبك يتبعك. ويحيى نورمالمون في الحبس. راهم يطبقوا في نفس النظرية، راهم يطبقوا في نفس النظرية بكل أسف وألم. شوف هذه أيضا في وهران أيضا. السلام عليكم رسا، قضية الزوجة هذه، السلام عليكم، هذه قضية الزوجة هذه مات في الفيسبوك، كنا نشوفو تاع بونيف، وحدين اللي جان كانوا فايتين لقاو زوج حمير، أنا لقيت 10 في المقطوعة. وريهم؟ وريهم، على جينا هنا ها،
ها واحد ها زوج اروح شوف ثلاثه هذا حمار انا تري بالكم خروف ولا قادرين تطلع عطونا تقولوا لنا خروف عندك انا في البورصه مانيش باين جبد ها لا هكا ها هاتوا ريس بيت سخسي صافي نعاس صافي نعاس مرقاد عاد ماك الحمير نعاس عاد حال نعاس راكم شابعين حمير الشعب الجزائري نعاس راك شبعان شوف نعاس راك شبعان راكم شابعين حمير لا لطيف على من لا ونشري على فلان ونشري ولي هم رقاز راه اسمه ماشي باط اسمه في رمضان نعاس والله ماشي باط انا نرقاد وانتم ما تغلطوا ونعاس دخل هذيك كفته قال لي كفته نشات مني في كيدو ايوا اخوتي مشكله والله الله المستعان انا عندك ثاني عندك لا فين قيسه ثاني من الله اكبر عندك ولي قيسه وهذا الحمار هذا اللحم تاعه انا نقول لكم وين راه يدور في المرشي تاع كمين المرشي تاع مدي جديده والمرشي تاع الحمري والمرشي تاع بلونتا الهواري وسيد الاول هادو خمس احياء شعبيه راه يدور فيهم هاد الصوالح يدمرهم غير في احياء شعبيه وين كاين طوابل تاع الفوضى في المرشيات تما يا دمر طحن ودمر الثاني يكون شويه واعي يشرو على بوش شي مقي يوقع يشرو في الجهة مطوابل يشرو في الحوت مطوابل يشرو في خليكم تعليق ليكم طبعا دايما السؤال ما هو الحل وكان يسمع دايما هالسؤال يتردد الحل هو عودة المسيرات الشعبية السلمية الحراكية لقيام دولة مدنية الحل هو رحيل المافيا العسكرية الحل هو إقامة دولة مؤسسات حقيقية الحل هو الشعب الجزائري قرر مصيره الحل هو ألا أن ننكسر جدران الخوف لعود بناوها وهاي جمهورية الخوف رغم قليل من الناس اللي يديروا يسجلوا فيديوهات كذا مخوفين الناس الحل أن الناس قاعد عندنا الآن سمارت فون أغلبية الناس عندهم في الجزائر سمارت فون هذه الهواتف الذكية ويقدروا يسجلوا أن يسجلوا هذه المصائب وهذه الكوارث وينشروها على نطاق واسع الحل أن الناس ما تخافش وتواجه مواجهة سلمية ولكن ثابتين دون اللجوء إلى العنف ولكن دفاع الحق هذا هو الحل الحراك هو الحل الحراك أعاد للجزائريين كرامتهم عاد لهم قدرة على العمل عاد لهم القدرة على التفكير عاد لهم القدرة وشافهم العالم متحضرين في الوقت اللي كانت فيه باريس تحترق في مظاهرات لجيلي جون والبوليس الفرنساوي اللي تعامل معاهم وبشدة وعنف ووقعوا فيها موت وفي وقت اللي أمريكا كانت تحترق في الكونغرس وضرب الكونغرس اللي هو الرمز الرهيب للإمبراطورية الأمريكية كان الشعب الجزائري يخرج بمئات الآلاف وأحيانا حتى وصل إلى الملايين في كثير من الأحيان بما فيها العاصمة كان يفوت المليون يفوت 2 مليون وكان كاس ما يتكسرش الحل هو الحراك وشعارات الحراك ومبادئ الحراك الحل هو الدولة مدنية لقيام دولة العدل والحق والقانون كل الباقي مضيعة وقت صراحة يعني وخطر على البلاد كلما تأخرنا مع المافيا الإرهابية هذه كلما ضاعت الإمكانية